رتلت حناجرهم صلوات المجد والخلود في ذكرى مولد نبي السلام والمحبة، وابتهج الجميع بعد أن دقت أجراس الفرح من جديد فوق الكنائس العراقية وخصوصا في المناطق المحررة، وأسمعت حناجر المصلين جميع أرجاء المعمورة. مسيحي ميسان احتفلوا بولادة السيد المسيح عليه السلام في جو مملوء بالمحبة والفرح ومع الأهل والأحبة. الأعياد المباركة لهذه السنة تتميز بميزة خاصة ولون خاص من الفرحة، فرحة كبيرة، لأن تتزامن هذه الأعياد مع انتصارات جيشنا والقوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير أراضي العراق من داعش وعودة المهجرين إلى ديارهم وإقامة الصلوات والقداديس في القرى في سهل نينوى التي كانت منذ 3 سنوات محرومة. هذا القداس بصراحة أنه يختلف، أو العيد يختلف عن الأعياد السابقة، لأنه هذا العيد أكو عودة العوائل المهجرة من مناطق سهل نينوى اللي بقوا متهجرين حوالي ما يقارب 3 سنوات اللي هجرهم داعش، وبعد أنه سيطرت الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية على هذه المناطق. اليوم تعود تدق ناقوس الكنائس يحتفلون السنة أو يعني بعيد ميلاد السيد المسيح. هذه الأفراح تعاظمت بمشاركة العديد من أبناء الطوائف الأخرى، وكان الدعاء بالشكر للباري بعد عودة الأهل والأحبة إلى ديارهم، لتعود بذلك شموع السلام والمحبة بالاتقاد من جديد مع أصوات تتغنى بحب الحياة وتدعو للعراق بالخلاص من همومه ولم الشمل والتوحد ليكون جسدا واحدا. يسرنا اليوم مشاركة الإخوة المسيحيين أعياد الميلاد المجيد، هذه الأعياد المتميزة التي تنشد السلام، الجميع ينشد السلام، نحب أن يعم السلام على الأرض وعلى الإنسانية وعلى البشرية. فمن هذا المنطلق جئنا لنشارك الأهل والأخوة من أبنائنا المسيحيين هذه الفرحة وهذه الأعياد المجيدة، وهي رسالة للعالم أجمع. باسمي وباسم طائف الصعب المدائين في محافظة ميسان جئنا لنقدم التهاني والتبريكات إلى الأخوة المسيحيين في العراق والعالم، متمنين أن يكون هذا العام إن شاء الله عام خير ومحبة وسلام لجميع العراقيين. ها هي الأجراس تقرع لتخبر الجميع بأن العالم لا بد له أن يسلك طريق المحبة والسلام، وعلى العالم أن يكون محبا لبعضه البعض ويترك كل التطرف ويسير مع نهر الخير ويصل لنبع المحبة الذي تغذى منه الأنبياء والأوصياء. لقناة الرشيد الفضائية حيدر سليم، ميسان. وفي بابل احتفل المسيحيون